صباح الخير غادة، صباح الخير عبد الله، صباح الخير مشاهدين تلفزيون دولة الكويت. مثل ما احنا عودناكم ووعدناكم ان شاء الله راح نكون معاكم في هذا البث الحي المباشر من مركز ابحاث البيئة في منطقة السلمية، وبالتحديد التابع لمعهد الكويت للابحاث العلمية. يعني احنا مثل ما احنا وعدناكم، واليوم ختام حملة اثراء المخزون السمكي باطلاق 120,000، يعني هذا خلينا نتكلم عنها الجولة تقريبا هاي الرقم 12. راح يكون معنا الاستاذ فيصل الحليل، مدير إدارة العمليات لمركز ابحاث البيئة العلوم الحياتية في معهد الكويت للأبحاث العلمية. دكتور يعطيكم العافية ونقول لكم يعني مبارك لكم بهالحملة الجميلة، يعني اليوم ختامها مسك وشيء جميل. احنا نشوف الأحواض جاهزة بانتظار مع الوزير. يا هلا، أول شيء حياك الله أخوي نجيب، وأصبح عليك وأصبح على الأخوان بالاستديو، وأصبح أيضا على مشاهدينا، وإذا في أحد يسمعنا أيضا نصبح عليه. اليوم يوم جميل، اليوم احنا نحتفل بطبعا ختام مرحلة ونبدأ مرحلة ثانية. الختام مو مسك، لأن للحين ما وصلنا للختام، في عندنا خطوات ثانية إن شاء الله. اليوم هي بس ختام مرحلة إطلاق 120,000. نعم. 120,000 سمكة اللي بدأت تقريبا من تاريخ 9/8، اليوم 8/9 نحتفل بإطلاق 120,000 سمكة من نوع شعم والصبيطي. نعم. احنا يمكن الآن احنا على حسب ما بديته من تاريخ تقريبا 8/9 إلى هذا اليوم. نعم. يمكن تجولت في اكثر من مكان، تقريبا 12 مكان اليوم، تقريبا اليوم خلنا 12 المره 12 صح ولا لا؟ نعم صحيح. واطلقته تقريبا فوق ال 100,000 شعم وسبيطي. نعم. يعني اليوم شو راح يكون عندكم ان شاء الله؟ طبعا اليوم فعاليه اللي هي حفل الختام، اللي هو تحت رعايه سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد. اليوم ان شاء الله عندنا تكريم للجهات اللي ساهمت في حملات الاطلاق. ايضا اليوم راح يكون عندنا اطلاق مميز، اطلاق راح يكون اطلاق اكبر كميه بحدود 10 إلى 15,000 سمكه من نوع شعم والصبيطي. مثل ما انتم تشوفون التجهيزات اليوم على اساس اطلاق هذه الكميه. الاطلاق راح يكون طبعا تحت رعايه ممثل سمو ولي العهد الدكتور علي العمير وزير النفط ان شاء الله. استاذ فيصل، انا قبل شوي يعني قلت حق المشاهد الكريم راح يكون ان شاء الله في مفاجاه، وهالمفاجأة أنا ما ودي أتكلم عنها، كنت أنا أعرف عنها بس أبيك أنت تذكرها للمشاهد الكريم ولأهل الكويت. يعني ما يقوم في مركز أبحاث البيئة في منطقة السلمية التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية من جهود جبارة، شنو المفاجأة اللي ودك تقولها حق أهل الكويت الحين، وهالشيء الطيب اللي أنت ما شاء الله اشتغلتوا عليه يعني في يعني أيام كبيرة جدا. إحنا طبعا هي إن شاء الله مفاجآت، مو مفاجأة واحدة. احنا طبعا لما بدينا قلنا البداية كانت بالشعم والصبيطي، اليوم نختتم 120,000 اطلاق الاسماك للشعم والصبيطي، ونبدأ مرحلة ثانية. المرحلة الثانية راح تكون مع الربيان بفضل الله سبحانه وتعالى، بجهود باحثين معهد الكويت للأبحاث العلمية نجحنا ايضا في استزراع اللي هو الربيان. وصلنا إلى نتائج مشجعة. الآن الخطوة الثانية راح تكون مع الربيان، بالاستمرار طبعا مع الشعم والصبيطي والهامور والأسماك اللي موجودة عندي. لكن اليوم أنا أبشرك وأبشر الأخوان المستمعين الآن والمشاهدين أيضا، الزبيدي إضافة جديدة إن شاء الله راح نساهم فيها، يعني المفاجأة والربيان. زبيدي والربيان اليوم. زبيدي والربيان. نعم. أي يعني لا بنشبعكم إن شاء الله. الربيان إشحامية. الربيان إشحامية كويتية. كويتية أصلية بعد. يعني الآن جاهزين مثلا في 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 الداخل موجود عندكم في المعهد ان في ربيان موجود، وتم مثلا يعني من جميع النواحي ان ربيانه جاهزة، مثلا تحاولون تنزلون البحر مثل ما نزلتوا الشعم والسبيطي. بالنسبة للربيان العملية تختلف، الربيان ما يتم إطلاقه، الربيان يتم الاستكثار منه داخل المختبرات أو داخل المزارع، ويتم بعدين اللي هو ينزل للسوق مباشرة، غير الشعم والصبيطي. الشعم والصبيطي لا، يتم إطلاقه بالبحر لإثراء المخزون السمكي. الربيان لا، هي يتم الاستكثار منها وتسمينها داخل المزارع، وهذه إن شاء الله الخطوة الثانية اللي راح ينوي فيها المعهد، إنتاج الربيان
من انتاج كويتي من انتاج معهد الكويت يعني القادم. ان شاء الله خلال الفتره القادمه انتاج ربيان عندكم في المركز هنا موجود وبعدين راح تنزلون السوق ان شاء الله. احنا طبعا بدينا في مراحل الانتاج لكن هي كميات بسيطه اللي هي كميات تكون مخصصه للتجارب، احنا نسميها اللي هي الكميات الشبه تجاريه اللي ممكن توصل الى كميه تغطي جزء من احتياجات السوق المحلي. هذه طبعا تحتاج الى يعني تجهيزات خاصه، هذه هي الخطوات الثانيه وهذه اللي احنا ودنا نبشر اخواننا الكويتيين. هذا الربيان، انا هذا الربيان الزبيدي متى ان شاء الله قبل ان اختم لغانا؟ الزبيدي قصه ثانيه، الزبيدي طبعا احنا نسجل انجاز مثل ما قلنا قبل هالمره على مستوى العالم. العالم اول دوله بالكويت يتم تبييض الزبيدي والاستكثار منه في داخل الاحواض، اول دوله بالعالم كلها دوله الكويت. هذه هذا كتسجيل كرقم كحدث، احنا اول دوله تنجح في تبييض الزبيدي داخل الاحواض.